ابو خصم هو اكيد الخصم. طبعا جمهورنا العزيز ابو مله قال هذا ضعف في التسويق ونجاح في التمثيل. طبعا ابو عنزي قال هو نجاح في التمثيل وقلت لا يعني نجاح في التمثيل لا يعني, فشل في التسويق, لكن انا اشوف ان احمد ان شاء الله انه مبدع. طبعا يوسف طبعا ما تعدى كلامه لكن وجهه نظره. طيب هو ترى ناجح بس مو معطي الموضوع اهتمام. طيب انتم ركزتم على الموضوع, انتم ركزتم على الموضوع عن قرب, بس لنا حق احنا وانتم يا جمهور العزيز نسمع كلامك ابو منصور. كل شيء يعني منطقي, النقد هذا كله يعني اراء الشباب تحترم. انا ولا متحفظ مثل نواف, لا بقول يعطيه العافيه احمد. انا كتجربه اذا بيتكلم اخونا احمد الملا عن التجربه فمن الظلم ان احنا نحكم. لازم ياخذ المساحه كلها. احنا تونا مده برنامج في باقي نص برنامج بقى مثل اللي راح صحيح. ففي النهايه يعني اخر البرنامج ممكن, اما الاشياء اللي مثل ما قال لازم نركز عليها هي الحضور اكثر من فن التسويق. الحضور ممتاز. ادري انك ما انت ملزوم مثلا بعض المتسابقين ما عنده شيء. طيب هذا مو ما يخليك انك ما يمنع من الحضور. لازم تحضر. التفاعل, تشجيع, ترى تجي فيها قصص هذه والله العظيم انها تسوى يعني اوكي خلي الرياليتي رياليتي بكيفك. ما تطالع تبي تريح نهاية الناس عندها مكان. انا على الحضور. ثم اذا جاء اخر اسبوع قلت انا ليش برايم كيف ليش ما حضرت. فالغياب عن البث هذه مصيبه, هذه اللي أنت جاي عشانها. في ناس يقول لك أنا بطلع مثل المتسابق يقول أنا ما عندي شيء اليوم, أنا تعبت سويت كل شيء. يقول لك أنا سويت كل شيء راح سويت. أقول له الحضور مجرد أنك تحضر بس. مثلا واحد يتمنى أنه يصير تاجر, ترى ما أنت بصير تاجر وأنت جالس. لازم تتعلم تعرض نفسك في التجربة. مصطلح اللي هو يقول عرض نفسك مثلا الحظ. مثلا واحد يبي يموت اليوم, يبي سيارة تصدمه, يجلس في بيته ما في سيارة تدخل, رح للخط وخلي السيارة تجيك. تروح للشارع صح؟ صحيح. والله اني صادق. تروح صحيح. للشارع توقف يجي واحد يخمك والله يرحمك. لكن يعني هنا الفرص. اجلس البث ممكن من لقطة بسيطة ولا شيء بسيط. يا اخي في واحد من المتسابقين نجم في البزنس اذكره ولا وين تدري كيف؟ يمشون رايحين المتسابقين مدري ورايحين جاوا شال شيء طايح نعمة شالها وطايح. والله المقطع متجاوز الملايين. شوفه لا إرادي هو يمشي آخر أخويا يمشي كذا فأهل بعده. والله العظيم شوي إلا شاف خبزة أو شيء جاء وشالها وحطها حتى هو ما يدري الهواء عليه ولا الحدث هناك. فشوف من اللقطة ذي في التيك توك متجاوز التصاميم عليها اليوم كذا يمكن. فشوف عرض نفسك مثل هذه التجربة والذي والله يكتب لكم التوفيق. طبعا جمهورنا العزيز أخواني المتسابقين الفقرات لا يعني حضورك لها إلزامي بقدر أنه ما يكون تعليم لك. وجودك في هذه القرية مع نخبة من المتسابقين أول شيء أنت عندك القدرة أنك تتعلم من جميع المتسابقين. الفقرات وتنوع الفقرات هي فرص أنك تتعلم وتطور من نفسك ومن ذاتك. يعني المستثمر إذا ما كان لك دور فيه على الأقل احضر تعلم. قد يكون هناك خطأ تتعلم منه تتجنب المستقبل. قد يكون هناك فرصة جهلها غيرك تقتنصها أنت. أخي المتسابق الفرص هنا تقتنص إذا ما اقتنصتها أنت وإذا ما جيت لها أنت وإذا ما كان لك حضور وتواجد في القرية وفي الريالتي وفي الفقرات وفي كل مكان. أخي والله يا دنيا عليك السلام. على كل حال ما رب نطول أحمد العوض والله أنه قاعد يتعب. أتمنى أن التعب هذا أنه يثمر مستقبلا مع المتسابقين اللي بعضهم محب لهذه الفقرة وبعضهم متسيب. ما نبغى نطول في فقرة المستثمر, خلونا ننتقل لمحور مهم جدا جمهور العزيز. أخواني النقاد تعبنا من حرمان من البث. فلان قام بعد الساعة 4 وفلان سحب مايكه, فلان ما طلع على الشاشة والجمهور ينتظره. الجمهور يقول وين فلان؟ ما اهتم بالجمهور وأمر الجمهور, ما همه المايك اللي سحب منه ولا همه الخصم اللي جاه. إلى متى هذا التسيب في سحب المايكات؟ هل هذيك اللحظة لو دخل برايم بسبب سحب المايك ولا خصم النقاط هل تشوفون انه يستحق دخوله لبرايم؟ طبعا يستحق. هل يعني الشباب ما يعرفون ان في قرار ان التغيب على البث والتأخر في خصم وفي حرمان من بث وقيمته 1000 نقطة للساعة الواحدة؟ هذه نقطة فهم ما عارفين. المشكلة القائمة من بداية البرنامج,
تساهل الشباب واستهتارهم. أنا حي عبد الرحمن اليوم قرار نطبق وكن صارم في تطبيق القرار، ولن أتعاطف مهما يكون. تقول فلان يشيل البث، فلان يشيل، تساهلك مع المتسابقين يفتح باب المشكلة. الشيء الثاني أيضا أنا ألوم ترى الشباب الثانيين الباقين اللي لهم تخلي المرسل. أنا الحين الآن مثلا يعني لما إحنا بنبدأ الفقرة نايف ما هو موجود، قبل أن نبدأ أقول لك اصبر خلا أدور نايف إيش فيه ما جاء. لا لا صح ولا لا صح. ولكن الشباب صايرين كل واحد نفسي وبعضهم عشان يتأخرت ترى كنت مبنشر خلاص أو أوكي أو مبنشر يومين مبنشر زين يومين مبنشر بغير كفاءة أو صالح أنا القصد أو إن الشباب مبسوطين هذا عنده نقاط واجد خلينا نخصم عليه خلى نايم لا تصحي. أبغى أفهم هل هم متعاونين وهم يقولون نحن على قلب رجل واحد؟ هم متعاونين إلا في 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 النقاط. أنا أتحدى أحد يقول أخصم على فلان على حسابي، مستحيل. أنا ما أبغى أخصم على حسابي، بس ليش ما تتعاونون مع بعض؟ ليش تخليهم يعني ساعة كم ظهر اليوم سلطان على البث؟ أكيد ما هو بساعة أربع. بعد كم ساعة؟ بعد كم ساعة تأخير؟ أربع ساعات ولا ثلاث ساعات؟ حتى لو تأخير نص ساعة يعتبر تأخير. قاعد أقول لك أنا لما أنت يا متسابق لما تشوف أخوياك أول ساعة يمكن ما انتبهت رح قومهم، ثاني ساعة أسحبهم. هنا النقطة. إلا إذا أنا رحت صحيتهم هم قالوا ما همنا توكل على الله، ربما ما أدري. وبعدين يجون يقولون ليش إحنا برايم؟ ما طبيعي تصير في البرايم لأن النقاط قاعد تنخصم عليك. طيب غير هذا كله في بعض الأشخاص اليوم المحرومين من البث جمهور العزيز محمد الطوالة أمس ما مدنا نقول يا محمد الطوالة بسم الله الرحمن الرحيم جاي من تمشية وجاي من زيارة ليه طيب أحمد الطوالة بالله يشف. هذه رسالتي لأبو عبد الله عبد الرحمن الكليب طيب. من هذا المنبر إنه لا يختار إلا متسابقين يعرف إنهم يستحقون فعلا إنهم يطلعون خارج القناة. يعني محمد الطوالة يعني ما يستحق. محمد الطوالة توه راجع والبارح وش وعدنا يوم استضفناه؟ لا هذاك المسردي، المسردي وعد حتى الطوالة طوالة وعدنا حط القمر وعدنا وقال بتشوفون سووا نفسكم ما نسيتوا لا لا, لا لا ما نسينا. أنا هنا المشكلة حط القمر في يد والشمس فيه. هذه النقطة علامة فارقة في البرنامج. أي متسابق نمدحه في فقرة النقد ما يطول يوم أو يومين ويعود ويجيب العيد يفشلك انك مدحته. يعني ما ينفع ناخذون. انا رايي ما نمدح ولا متسابق صراحه. وين وعدك البارح يا محمد الطوالة؟ يعني وش وعدتنا فيه البارح؟ انه بتشوفون شيء يرضيكم. والله تشوفون اللي يرضيكم و البرنامج ان شاء الله شايلينه وبتشوفون التفاعل وبتشوفون غير ما مداها تبرك فتمترق على طول. والله يا ابو والله يا ابو عزيز شوف اذا وعد الجمهور واخلف وعده هنا طال عمرك هو ما احترم جمهوره. ما احترم الشاشه محمد الطوالة. ما احترم الشاشه ولا احترم الجمهور. طيب انت امس واعد الجمهور وقايل لكم تشوفون شيء يرضيكم. يا اخي في جمهور يحب ظهورك على الشاشه. تربع عرض الحائط وقال بلا جمهور بلا وجابه. والله العظيم شف بعض المتسابقين يطرا على البث واذا اخذته في محور قال انا اهم شيء المتسابقين يبشرون باللي يرضيهم ومدري ويش. يا اخي انا ما ودي يعني اقول مفردات مهيب زينه لكن يا اخي انت غير صادق. يا اخي انت لو انك صادق كان من يوم يجيك اي واحد يقومك تدري ان وراك جمهور ينتظرك، وراك جمهور يطالع بالساعة متى بيطلع علينا فلان. انا بحضر عشان الجمهور اللي يتعب ويشقى في تويتر وفي وسائل التواصل الاجتماعي بل انه يدفع من حسابه فلوس محمد الطوالة علشان مصلحتك وما يعرف. محمد الطوالة ما اعرف جمهور ليه. الجمهور اللي عنده جمهور من يا جمهورنا العزيز. انا السؤال هذا عبد العزيز الاسلمي. الجمهور هذا جمهور عبد العزيز الاسلمي ما يعرف قيمه الجمهور. هذه تصريحات عادل بن هيفا. هذا تصريح عادل صريح لا لا انا ضده يا وشوف انا ترى من باب الدعابه لكن انا ضد كلام عادل بن هيفا. شوف جمهور محمد ليه وجمهور اي متسابق شوف اذا كان الجمهور يطلع لهم. نكون معكم صادقين في موضوع جمهور. كل متسابق اكيد راح يبني جماهيريه طيب طبيعي طيب يختلفون اكيد. وفي متسابقين عندهم جماهير البرنامج اللي هم جمهور القناة أساسا يعني هم اختاروا البرنامج المتسابق هذا في الفترة هذه تمام. ترى إذا انتهى البرنامج هو بيلغي متابعتك هو بيتابع في البرنامج الثاني للمتسابق يتجه إلى البرنامج الثاني. أنا أقصد أن هؤلاء جمهور القناة أساسا صحيح. هذه نقطة. النقطة الثانية بغض النظر عن أي شيء أنا لو في شخص يهتم لأمري لازم أحترمه لو شخص واحد لو واحد لو واحد طيب
طيب اذا يعني كان ما بالك اذا عنده وهو قال انا اطلعت ورحت وشفت والتفاعل وتفاعلهم في الهاشتاج ومتحمس كان إيه؟ وقال ما لهم الا اللي يسرهم وما جاء اليوم سحب على البث سحب على البث. طيب محمد تواضع عندي نقطه انا والله اني انتظر نقطتك هذه قبل ما اقولها تفضل اعطني اياها. اول شيء اتفق مع كلام النقاد ابو منصور طلع منك طبعا لا لا طبعا اسلم ان ايه اسلم في خلل في خلل عندك ظاهر السلك ابعده من المخده كل بطاريه او ابعده ابعده شوي من المخده لا ما عليك خصم طال عمرك انت لي اول شيء كلام كلام النقاد نايف واحمد فعلا اول شيء لازم المتسابقين يعرفون الشباب هنا ما جوا عشان يمدحون ولا هم ترى المتسابقين ذولا كلهم على طور المديح كلهم ان شاء الله احنا نتكلم على اداء يتكلمون احنا هم النقاد يتكلمون على على اداء فقط مو على شخصه إيه نعم. ما تروحون نعم. لأي اتجاه آخر نعم. فمحمد الطوالة له عندي موضوع يعني في آخر مرة جيتهم كان زهمني بتكفى وهي عندنا والله لا تحترم ثقيلة خصوصا لجت من واحدة مثل الطوالة هذا يعني ما 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 ترد طلبات النشامة صحيح أنا أحذر وأطلب من إخواني المتسابقين عند أي قرار عند أي شيء يمنعونا من ذا المواقف المحرجة من كلمات والله ثقيلة. العظيم انه لو يبي واحده من عيوني لاعطيه خصوصا محمد ومن الناس طيبين ولهم حق علينا فدخلني في موقف محرج لكن محمد اقول زمانك هذا والله انها على عيني وراسي ولك عندي كرامه خلص البرنامج تجي تاخذها عندي من كلمتك من كلمتك حق عليك يا حق تستاهله يا محمد الطوالة فانا اتمنى ان تتجاوز هذه نقطه التكفى والطلبات ذي اللي تحرجنا ف لكن محمد الطوالة وأي أحد هنا لا يتوقع أن الجمهور هو ملك له هو الجمهور للشاشة إذا أنعجب يعني وإذا أعجبته أو قدرته أو أقنعته فيك فهو بيستمر يدعمك برا البرنامج يستمر معاك أنت تقنعه لأنك قدرته يا سلام الجمهور هذا كان جمهور نايف الأكل بيوم من الأيام جمهور عادل هيف جمهور عمر جمهور صحيح. العيال اللي قبل صحيح. نسخ اللي قبل فيصل طلال خلف العيال هم نفسهم ولكن أنت كيف تقنعه انه انه يكون معك دائما حتى بعد البرنامج صحيح اما وانا اتمنى المتسابقين يبتعدون عن كلمه جمهوري صحيح اي في النهايه جمهور الشاشه يا سامي الجابر طيب على طاري هذا الموضوع في رساله حابه اوجهها تسمح لي تفضل يا ابو يوسف لكل المتسابقين طبعا لان المتسابقين من البدايه انا قايل هم عندهم جوالات وقاعد يشوفون الهاشتاجات من اللي عنده جوال انت قاعد تقول عنده جوالات امام صاحب القرار يا ابو يوسف وهذا تابع الفقره انا كنت مراهن انه يوجد ابو يوسف اثبت وعطني بالاسم وقعت في طيب. مأزق امام صاحب القرار هذا شيء طيب اللي طلعوا وشافوا الهاشتاج وشافوا الجمهور طيب المشكله بعض الشباب ينغر ببعض جمله يرددونها الجمهور بكثره انه فلان هو اللي رافع مشاهدات القناه وفلان هو صح صحيح مع كل الاحترام والتقدير صح هو نجم وانت تحبونه انا ما اقول اي شيء صح ولكن لازم نعرف انا دائما اجي اقول اين كان فلان قبل ظهوره على القناه فما في احد له فضل على القناه كان في الديره ما في احد له فضل كان في الديره ما يعرفونه الا الجماهير لازم نكون واقعيين يعني مدام فتحتوا سالفه الجمهور والجماهيريه انا هذه الكلمه في خاطري من زمان وكتبتها تغريدة أمس وبعدين حذفتها وقلت أبغى أقولها على الهواء طيب قلت إيش المصيبة إذا كان في متسابق يعني مثلا ما هو بحاب المقدم هذا أو أنه ما هو مرتاح طيب أغيب عن فقرته عشان ما أرفع مشاهداته عشان ما أرفع الله أكبر الله أكبر يا محور الكون اللي إذا غبت خلاص المشاهد بيروح يقفل الشاشة والله فلان ما جاء متى بيجي بعد فقرة فلان يا عزيزي هذا جمهور كيان هم جالسين يطالعون في الشاشة ويشاهدون المتسابقين ويشاهدون البرنامج يعني الكاميرا ما بتجي عليك ثلاث ساعات أربع ساعات وجمهورك يعين فيك لا خلاص راح المتسابق الثاني لا يا حبيبي الجمهور جمهور شاشة جمهور كيان أنا مستعد صحيح. افهم يا محور الكون فعلا. افهم البرنامج بكل تفاصيله صحيح. أنا أبصم بالعشرة تبصم بالعشرة أبصم بالعشرة إن الكلام هذا ما طبعا يحصل ونايف يدري وفي نسخ سابقة ممكن نايف خذ الفكرة هذه من أنا متأكد إن ما في ولا متسابق هنا في القرية الآن في البزنس الثلاثة يفكر هذا التفكير ما يفكر؟ انقلوها عني ما يفكر التفكير هذا السبب؟
شباب عندهم الوعي الكامل او انهم يعني ما 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 اتوقع يعني في يقول انا برفع المشاهدات لا يعني وصلوا باذن الله. لا هم من قبل وزياده على الطيب طيب ومن التجربه ما اتوقع في متسابقه الان من في القريه يفكر هذا التفكير انه اذا حضر عشان ارفع مشاهدات ولا هذه زي ما قال ابو منصور. طيب. هذه تعتبر رساله. انا الحقيقه هذه شهاده وليست رساله. ابراء للذمه ان ما جاني احد في البرنامج هذا قال الكلام ذا. يا سلام. لكنها رساله لا تصير بعدين. نعم. تنبيه ابو منصور اكيد انه وقع على اللي انا وقعت بالضبط عليه. انا اشهد ببرامج سابقه كان فيه ناس ملعوب عليهم بالضبط بس ما في نسخه تخلو من النوع هذا. هذه كانت رساله بس ما في انا الامانه وتبرئه للذمه ما جاني واحد في البرنامج هذا قال لي ان فلان يغيب علشان بس هناك وفي كل لكنها تعتبر رساله وبعد وبعد علشان فيما بعد ما ندري تعتبر رساله وتعتبر تنبيه. انا نفس نايف ما سمعت الان بس انا الخوف. طيب انا ليش قاعد اوجه ان المتسابقين اللي خرجوا عشان ما يفتح لنا موضوع الجوالات اللي خرجوا وشافوا هو يمكن شاف الرساله هذه في تعليقات الجمهور فيصدق يصدقها. تمام. كانت تنبيه. تمام. فقط لا غير. طبعا جمهورنا العزيز اخواني المتسابقين لا تتوقع يا اخوي المتسابق ان من يشاهدك الان انه محب لشخصك الكريم قبل ما تجي لهذه الشاشه. الجمهور العظيم هذا محب لهذه الشاشه اللي انت تطعمها وتجملها بحضورك عليها. فحاول انك في يوم من الايام انك تجمل هذه الشاشه بتواجدك بحضورك برسائل تنفعك ما هي بجمهوريتك مثل ما قال محمد بن ملحم البارحه. طبعا ما نبغى نطول. ابو ملحم عنده جمهوريه؟ عنده جمهوريه خاصه فيه طبعا. طبعا جمهورنا العزيز المحور المهم لهذه الليله